يعافيك يا عمو. يعطيك العافية دكتورة. يا رب يعافيك يا حبيبتي. السلام عليكم، يعطيك العافية دكتورة. يا سوزان، ازيك حبيبتي يا عمو؟ الحمد لله دكتورة، الله يسعدك. يا رب. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك، ازيك يا اي؟ الحمد لله، الله يسلمك يا دكتورة. طمنونا عليكم. الحمد لله. تعرفي دكتورة. الله يعافيك يا صفاء. معلش دكتورة، بس بدي أسأل عن طالبة آلاء النصر، مش عارفين نصل لها عشان نشتغل بالسيمينار. آلاء آلاء النصر. أيوة أيوة، عارف أبعطوكم رقم تليفون، مش موجودة على الجروب؟ لا لا دكتورة، يعني مش موجودة. لا طيب، هبعطوكم رقم تليفونها أو أضيفها لكم على الجروب. تمام دكتورة، يعطيك العافية. إن شاء الله. طيب خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي النهاردة إن شاء الله شابتر جديد. مبدئيا قولوا لي، ابتديتوا في عمل السيمينار ولا لا؟ ابتديتوا في تجهيز السيمينارات وعشان العمل الوقت يعني. خليني بس أعمل لا والله دكتورة لساتنا، بس يعني نزلنا المادة وقسمناها على بعض، بس بنستنى بآلة عشان نبلش الشغل فيها. طيب لعله خير إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ النهاردة موضوع جديد بعنوان السايكاتريك نيرسينج برينسيبلز. يمكن تلاقوا الموضوعات على المنصة بالتسلسل، بس في اول عشان بس تبقوا واخدين بالكم معايا، في اول موضوع اللي احنا خلصناه الكونسبت اوف منتال هيلث اند منتال النس، في موضوع تاني اسمه سايكاتريك نيرسينج براكتس، هتلاقوه الموضوع التاني. ده الموضوع التالت عشان الناس اللي بتتابع الماده السوفت على المنصه تبقى فاهمه ان ده في التسلسل. الموضوع اللي هنبتديه النهارده ان شاء الله في التسلسل الموضوع التالت، تالت موضوع. خلاص معايا يا شباب؟ تمام دكتورة. طيب السلايدات ظاهرة لكم؟ دكتورة ظاهرة أول سلايد. طيب هننتقل لكلامنا عن الأوتلاينز التالية. هنتكلم عن أول أوبجكتيفز التالية: Identify principles that guide psychiatric nurse behavior and apply psychiatric nursing principles in dealing with the patient. عنوان موضوعنا psychiatric nursing principles، يعني إيه؟ يعني هنتكلم في حدود هذا الموضوع عن ايه هي المين برينسيبلز، ايه هي اهم او المبادئ الاساسيه اللي بنلتزم بيها من خلال سلوكياتنا مع المريض بتاعنا. تمام، ايه هي البرينسيبلز دي وازاي ان احنا نطبقها. طيب السايكاتريك نيرسينج برينسيبل كانترودكشن، هذه المبادئ مالها؟ ذا فولوينج ار جنرال برينسيبلز، يعني احنا هنتكلم عن مبادئ عامه يصح جدا ان احنا نطبقها مع المرضى بتوعنا او مع اي مريض اخر، حتى ولو كانت المشكله اللي عنده فيزيكال او اورجانيك. يبقى احنا بنطبق هذه المبادئ اجمالا لما بنتعامل مع المرضى بتوعنا اللي عندهم مشكلات في السلوك، او للمرضى الاخرين اللي عندهم مشكلات اورجانيك او فيزيكال. These principles are based on the concept. كل المبادئ اللي احنا هنتكلم عنها لاحقا هي مبنية على مفاهيم معينة. ايه هي المفاهيم دي؟ المفاهيم دي تنص على each individual has basic need. كل مريض او كل شخص احنا بنتعامل معاه له ايه؟ احتياجات اساسية. ايه احتياجاته الاساسية؟ انا بتعامل مع بشر، العلاقة اللي بيني وبين المريض علاقة من نوع انساني او علاقة انسانية. تمام؟ هي عنوانها الاساسي trusting therapeutic relationship، علاقه علاجيه مبنيه على الثقه، ولكن هي في الجوهرها علاقه انسانيه، مش كده؟ طيب الانسان اللي انا بتعامل معاه له حق؟ له حقوق. ايه هي الحقوق بقى بما انه بني ادم؟ بغض النظر عن المشكله الاساسيه اللي بيعاني منها ايه، بغض النظر عن تاثير هذه المشكله عليه مخليه وضعه ايه، فانا في النهايه بتعامل مع انسان له الحق في التالي: has the right for worth and dignity. انسان له الحق في الحفاظ على قيمته وكرامته.
and the potential for growth، وإنه مهما كانت قدراته في الوضع الحالي نتيجة تأثير المرض عليه أو نتيجة تأثير المشكلة عليه، مهما كان قدراته بسيطة أو قدراته عمالة بتقل، ولكن خلينا نبقى نظرنا نظرة إيجابية إن في المستقبل وارد جدا إن هذه القدرات تتحسن. تمام الكلام؟ يبقى إذا نلخص اللي إحنا قلناه، البرنسبلز اللي احنا هنتكلم عنها دي يصح جدا ان احنا نطبقها في علاقتنا مع المريض بتاعنا اللي عنده مشكلات في السلوك، ومع اي مريض اخر باي مشكله اخرى سواء كانت فيزيكال او اورجانيك او ايا كان. هذه البرنسبلز مبنيه على كونسبت معين. ايه هي المفاهيم دي؟ المفاهيم التي تنص على انه المريض اللي انا في علاقه بيني وبينه من خلالها بلبي احتياجاته أو بنجد حلول لمشاكله، له الحق، هو إنسان بني آدم وله الحق في الحفاظ على قيمته وكرامته، ما نقلش منها، ما نستخفش بيها مهما كانت قدراته. ويبقى لنا نظرة إيجابية لي أن هذه القدرات البسيطة في الوقت الحالي هناك إمكانية في المستقبل أن الوضع يتحسن، ما بقاش نظرة للمريض نظرة أنه ما فيش منه أمل. تمام؟ أي استفسار؟ لا دكتورة كل مفهوم. طيب أرجوكم لو في أي استفسار استوقفوني علشان الكلام في الموضوعات دي مهمة أول مرة بتسمعوني يعني. طيب أول برينسيبل عندي، إحنا هنا في موضوعنا هنتطرق لعشرة برينسيبلز تحديدا. أول برينسيبل عندي بعنوان acceptance. الاكسبتنس أو بعنوان آخر accepting the patients exactly as they are. يعني إيه معنى العنوان ده؟ معناه ايه؟ يعني ايه acceptance او accepting؟ قبول، تقبل، قبول المريض او قبول الشخص اللي انا بتعامل معاه. مش دي علاقه انسانيه، تقبل المريض حسب سلوكه. طبعا مش دي علاقه انسانيه. يبقى بدايه العلاقه دي يكون في ايه؟ يكون في قبول ولا رفض؟ قبول. قبول، مش كده؟ يبقى انا بتقبل ايه؟ بتقبل المريض. طيب ازاي ان انا بتقبله؟ ده من خلال ايه؟ ان الاكسبتنس قبولي للاخر او قبولي للمريض is an active process، هي عمليه ايه؟ نشطه. تمام؟ بتتم من خلال ايه؟ process involving a series of positive behaviors. يبقى قبولي للمريض هيتم من خلال عده سلوكيات ايجابيه. السلوكيات دي مصادر عني انا، يعني انا بتصرف او انا المفروض ان انا بتصرف وليا سلوكيات او مسلك ايجابي مع المريض، هنحدده وهنقول ايه هو من خلاله انا بتقبل المريض. طيب السلوكيات الايجابيه دي مالها؟ هي designed to convey to the patient as respect. يبقى هذه السلوكيات الايجابيه من خلالها ايه؟ انا بنقل للمريض او بتعامل مع المريض على اساس مبني على الاحترام. تمام؟ على اساس ايه؟ الاحترام، بغض النظر عن اي فروقات او التباين في الخلفيه اللي فيما بيننا. انا بحترمه ليه؟ لانه respect for him as an individual. برافو، as an individual human being، هو بني ادم. بغض النظر عن أي تباين أو اختلافات فيما بيننا، هو إنسان. ماله الإنسان أو ماله البني آدم اللي ربنا كرمه؟ هو possess worth، له قيمة، dignity، كرامة as such. يبقى إذن تاني الأكسبتنس ده أول برنسبل هنتكلم فيه أو عنه وإزاي نطبقه. هو عبارة عن أو بيتم من خلال positive behavior، سلوكيات إيجابية إحنا بنقوم بيها. هذه السلوكيات بنقوم بيها بغرض احترام أو بغرض إيصال مفهوم الاحترام للمريض. بنحترمه ليه؟ بحترمه لأن ده إنسان. إنسان يعني إيه؟ يعني ربنا أنعم عليه بقيمة وبكرامة، سواء كنا عايشين سواء كنا في العالم الآخر، فإحنا كبشر ربنا ميزنا عن بقية الكائنات بالكرامة والقيمة. تمام كده؟ لازم نحافظ على ده. ايه كمان؟ it also هذه برضو. نعم، في اي سؤال دكتورة؟ كمان لما نحترم احنا دكتورة بدي اعطي مداخلة
تفضلي لو سمحتي. تفضلي تفضلي حبيبتي. لما احنا اصلا نحترم المريض اصلا بنحسسه بقيمته. طبيعي طبيعي. لما احنا نحترم المريض بنحسسه بقيمته، يصير نظرته إيجابية لنفسه اصلا، يعني حتى قبل ما تتم يعني اي اجراء علاجي او اجراء اي مداخله تمريضيه، احترام المريض بيزيد قيمته من نفسه، بيغير سلوكه، بيشعره بالبوزيتيف لذاته. صحيح، بيشعره بالبوزيتيف سيلف استيم، تقديره لذاته يكون بالشكل الايه الايجابي. حتى لو في مشكله لدى الشخص في تقديره لذاته، فاحنا بنشتغل عليها ازاي، بنحسن او بنخلي نظرته لنفسه ايجابيه ازاي، من خلال الاحترام اللي هو ما فيهوش فصال. دي ده الاساس في اي علاقه بين البشر، الاحترام. هذا المفهوم ده بدايه، وده اللبنه الاساسيه في العلاقات الانسانيه. كمان هذا البرنسبل من خلاله احنا بنعمل ايه؟ convey the feeling of being loved and cared for. بوصل من خلال هذا البرنسبل ومن خلال السلوكيات الايجابيه اللي احنا بنقوم بيها، احساس اخر ان انا ايه؟ حب الشخص اللي قدامي. هو في كيرر بيقدر ان هو يقوم بالشغل اللي مطلوب منه او بالتاسك اللي مطلوب منه وهو لافظ وكاره ورافض الشخص اللي قدامه؟ ما سمعناش عنه. ما سمعناش عنها دي، صح كده؟ يبقى أي كيرر أو أي كير جيفر لازم يكون إيه؟ لازم يكون متقبل وحابب الشخص اللي بيتعامل معاه وبيقدم له الكير اللي مطلوب. الأكسبتنس doesn't mean complete permission أو complete permissiveness, but acceptance means setting of positive behavior to convey to him respect as an individual human being. يعني ايه الكلام ده؟ انا بتقبل الشخص اللي قدامي، وزي ما احنا اتفقنا هي عملية نشطة، تطبيق هذا البرنسبل عملية نشطة بتتم من خلال عدة سلوكيات هيتم الاشارة اليها دلوقتي. طيب بس لازم نبقى واخدين بالنا ان في عندي شرط، في عندي شرط. ايه هو الشرط ده بقى؟ ان معنى قبولي للاخر مش معناه السماح، اعطائه السماحيه المطلقه ليتصرف كيفما شاء. اقولها تاني، قبولي للمريض هيتم من خلال عده سلوكيات، هقولها ايه هما، 1 2 3 الاخر. ولكن بين قوسين في عندي ايه؟ شرط. ايه هو الشرط؟ انا بتقبلك او بتقبلك، بس ده مش معناه انه الدنيا مفتوحه واستماحيه مطلقه اللي قدامي يتصرف زي ما هو عايز. بالاخص هنا الاشاره دي التصرفات او السلوكيات السلبيه، ما بقولش السيئه. خدوا بالكم من المصطلحات اللي انا بستخدمها. انا ما لا اصدر حكم على المريض واقول تصرفه ده تصرف خاطئ او تصرف سيء، لا، بقول يا سلبي يا ايجابي. تصنيف السلوكيات المريض بالنسبه لي عشان تبقى علاقتي بيه في الإطار المظبوط العلاجي اللي هي بدون حكم عليه، بقول يا إيجابي، يا سلوك إيجابي، يا سلوك إيه؟ سلبي. لكن ما أقولش سلوك إيه؟ سيء أو خطأ. فإذن معنى الأكسبتنس هتتحقق، أو هذا البرنسبل هيتحقق من خلال عدة سلوكيات هنقول عليها، لكن مش معناها إن أنا أدي الفرصة للي قدامي أو السماحية المطلقة للي قدامي إن هو يتصرف زي ما هو عايز. ماشي الكلام؟ تمام تمام دكتور. تمام دكتور. طب ادوني اي رياكشن بس عشان اعرف ان انتوا كده فاهمين قصدي ولا لا. طيب ايه هي بقى السلوكيات، ايه هي السلوكيات اللي احنا من خلالها بنطبق هذا البرنسبل؟ اولها ايه؟ acceptance is shown in the following ways. اولها be non judgmental and non punitive. يعني ايه؟ غير العقاب، غير المعاقبه. تمام. يبقى مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا هذا المسلك، هذا التصرف اللي هو احنا نعمل ايه في اطار علاقتي بيه، ان انا لا اصدر احكام، لا اصدر احكام ولا اعاقب المريض، سواء كان العقاب بالشكل الواضح والصريح المباشر او بالشكل الغير مباشر. يبقى لما يصدر من المريض سلوك سلبي، ما قلتش سيء اهو، لما يصدر عن المريض سلوك سلبي أحكم عليه وأقول ده سلوك سيء أو خاطئ، مرفوض. أعاقبه، مرفوض. تمام؟ لأن علاقتي بيه علاقة إيه؟ ثيرابيوتيك، علاقة ثيرابيوتيك تراستنج ريليشن، علاقة علاجية.
يعني يختلف الوضع تماما عن اي نوع من العلاقات الاخرى اللي بيني في الاطار، بيني وبين غيري في الاطار الاجتماعي مثلا. تمام الكلام؟ يبقى we don't judge، لا نحكم على ايه؟ patient's behavior، على سلوكيات المريض، as right or wrong، صح ولا غلط، good or bad، جيدة ولا سيئة. The patient is not punished for his undesired behavior. يبقى أنا ما أحكمش، فبالتالي مش هعاقب. تمام كده؟ طيب إيه وسائل العقاب أو أشكال العقاب يا شباب؟ زي إيه؟ يعني عشان نبقى فاهمين، ممكن حد فينا يتورط ويعاقب اللي قدامه ومش فاهم إن هو كده بيعاقبه. زي إيه؟ إيه وسائل أو أشكال العقاب سواء كان بالشكل الدايركت أو الإندايركت؟ حد عنده فكرة؟ فيربال دكتورة. تمام، فيربال. طيب إيه حد تاني قال حاجة غير فيربال؟ إيه هي؟ حرمان كمان دكتورة. تمام. نحرمه لأي شيء يحبه هو المريض نفسه. تمام، يبقى نعمل له نيجليكشن، نهمله، أو ديسكريمينيشن، أو نميز بينه وبين غيره في طبيعة الكير أو مستوى الكير اللي احنا بنقدمه، أو فيربال بتوجيه الشتائم، أو استخدام وسيلة. هي المفروض الريسترين على فكرة، التأييد دي استراتيجية للتعامل مع المريض، آخر استراتيجيات للتعامل مع مرضى حالات الأجريشن أو أثناء الأجريشن أو الأجريسيف أتاك، ولكن احنا هنا بنأيده ولا بنعزله ولا بنلوح باستخدام فنية علاجية معينة على انها وسيلة للعقاب وليست للعلاج. فأصبح مفهوم الدارج للجلسات الكهرباء على سبيل المثال ايام ما كان بتستخدم ان ده عقاب، ان ده عقاب، وهي في الاصل ايه؟ آلية للعلاج. تمام، ان ده هذه هي الطرق، او التهديد بضربه، تلويح بضربه، وده بيحصل، ده بيحصل. أو كان في فترة كان بنشوفه قدامنا إن فعلا بالشكل المباشر كده المريض بيتوجه له إيه؟ يا السب يا الضرب، الضرب المباشر. لا ده مطلوب يا جماعة، ده مطلوب. لا ماما يا جماعة اللي فتح، اللي فتح عفوا المايك لو سمحت. ده كل هذه الطرق للعقاب سواء كانت بالشكل المباشر أو بالشكل الغير مباشر مرفوضة. must be all direct and indirect methods of punishment must be avoided. تمام كده؟ يبقى ده أول إيه؟ أول سلوك عندي من خلاله هنطبق هذا البرنسبل. السلوك الثاني أو الآلية الأخرى، show interest in the patient as a person. يعني إيه؟ إن أنا أهتم اتفضلي يا حبيبتي، خليني أشوف إظهار الاهتمام بالمريض كأنه كشخص، يعني إنه هو شخص عادي، مثل دراسة أنماط سلوكه وتوعية المريض إنه إحنا مهتمين فيه، ونحاول إنه نبحث عن المريض، عن معلومات عن المريض. تمام. وإنه إحنا كمان نستغل الوقت معه، كمان إنه الوقت نقضيه معه، نستغل هذا الإشي نستغل في المعلومات اهتماماته، في الاهتمامات نشرح له إنه إيش هي متطلبات الحياة، وإيش إنه هو إيش بده، إيش إحنا بدنا منه، يعني إنه ما بنبينه إنه هو مريض كمان. طيب خلينا تاني نقول إن أنا بهتم بالمريض على إنه إيه؟ على إنه إنسان، as a person not as a case، وليست حالة. لأن البعض مننا أو خاصة في مجال التدريب والدراسة، سواء كان في المجال بتاعنا أو في أي فروع المجالات، المجال الصحي مثلا، بين مرضى بين طلاب الطب أو أي تخصص طبي إجمالا، بيتعامل مع المريض على إنه كيس، على إنه حالة. فبالتالي هو بيدور على المنفعة الشخصية فقط ليه، عايز يعرف يتعرف على المزيد عن هذه الحالة وعن المشكلة اللي بيعاني منها وعن سلوك تبعه. لا، انا المفروض ان انا بهتم بالمريض على انه بني ادم، على انه هيومن بينج. ده هيتم، هقدر ان انا اهتم بيه من خلال التالي. بدايه ستادينج ذا بيشنتس بيهيفير باترن، اللي بيهتم بحد بغرض انه يقدم له اوكير المطلوبه، من اهتمامه هيبقى مترجم لايه؟ ان انا اهتم بسلوكه، اهتم بالشخص اللي قدامي. يعني ايه؟ انا بهتم بسلوكياته، بهتم بالبحث عن احتياجاته ومشكلاته. تمام كده؟ بهتم بيه
مهم قوي making the patient aware that you are interested in him. من المهم قوي وانا بهتم بيه اظهر له هذا الاهتمام او خليه يبقى واخد باله ان انا بالفعل نجذب انتباهه ان احنا مهتمين فيه. تمام. seeking out a patient ان انا كمان من مظاهر اهتمامي بالشخص او بالمريض ان انا ابحث عنه. هنفترض انه طوال فترة التدريب كل مرة بنزل فيها المستشفى بلاقي مثلا المريض موجود في مكان معين، موجود في غرفته، ده المكان الغالب ليه، موجود في غرفة الأنشطة، موجود في ساحة التشميس، موجود في مكان للريهابليتيشن بروجرام، يعني هفترض ان هو موجود دائما في مكان معين وقت ما بكون موجودة. جيت انا في وقت ما لقيت المريض مش موجود في المكان المعتاد، ابتدي ان انا اعمل ايه؟ ادور عليه. احنا كبشر حاجة مهمة قوي، حاجة بنحبها قوي ان احنا، وخاصة احنا كبشر في وضع الحاجة، كمان لما نكون في وضع حاجة بنحب قوي ان حد يهتم بينا وان هو فعلا يظهر لنا هذا الاهتمام وان هو فعلا يكون حريص علينا. تمام كده. مظهر اخر من اهتمامي بالشخص او بالمريض هو using time spent with him on those things he is interested in. الوقت اللي انا اقضيه معاه في ايه؟ في الاشياء اللي هو ايه مهتم بيها. تمام كده. في مجال اهتماماته وهمومه وقضاياه. يعني هفترض ان انا عندي في بروجرام ريهابليتيشن بروجرام معين احنا بنطبقه بشكل يومي مع جميع المرضى داخل القسم، الا وهو بيتضمن هذا البرنامج بيتضمن في physical exercise، في occupational activity، في recreational activity، في group activity أو group discussion. أجي أنا على مستوى نشاط معين، هنقول مثلا recreational activity، المريض بيحب يلعب لعبة معينة، يحب يلعب لعبة شطرنج، طاولة، شدة، يشاهد التلفزيون، خلاص دي اهتماماته. هل إحنا كلنا لينا نفس الأنشطة الترفيهية أو التروحية؟ لا، كل واحد وبيبقى عنده هوايات واهتمامات معينة، مش كده؟ ما جيش أنا أفرض عليه الوقت اللي أنا بقضيه معاه في النشاط اللي بيستهويني أنا أو اللي أنا عندي رغبة فيه. لا، ده الوقت ده لمين؟ الوقت ده للمريض يلبى فيه احتياجاته هو، مش احتياجاتي أنا. أوكي؟ أدي نقطة. نقطة أخرى تعد مظهر من مظاهر اهتمامي بالمريض اللي هو explain when his demand cannot be met. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خلينا بقى واخدين بالنا من الجزئيه دي لو سمحتوا. لو هنفترض ان المريض طلب مني طلب معين، تمام، طلب مني احضر له او اجيب له حاجه معينه او احقق له حاجه معينه، طيب انا بعمل ايه؟ بشوف الشيء اللي طلبه مني المريض ده هو يتماشى، او مطلب هذا المريض يتماشى مع الجوب ديسكريبشن بتاعي ولا لا. اوكي، لو في حال وانا وعدته يبقى عليا ان انا ايه؟ التزم بالوعد. واخدين بالكو؟ خليني اقول لو المريض طلب يعني زي طفل صغير دكتوره، كانه طفل صغير بدك تعامل انا باسس العلاقه. خدوا بالكو، اي مش فكره الطفل، عشان بس ما حدش يفتكر ان انا بجاري اللي قدامي او باخده على قد عقله. لا، دي من الجزئيه اللي انا بتكلم فيها، دي من المقومات اللي هتساعد على تحقيق التراست فيما بيننا، تحقيق التراست فيما بيننا، وده عنوان العلاقه اللي بيني وبينه، تراستنج ثيرابيوتيك ريليشن شيب. هنفترض ان المريض طلب مني، خليني اقول طلب مني كراسه رسم والوان، طلب المريضه طلبت مني مشط عشان تمشط شعرها، فرشه اسنان عشان يهتم بنظافه اسنانه، مش عارفه اي ماده مثلا هيرسم او يلون او يكتب شعر او. اوكي، طيب وعدته ان انا هجيب له المطلب ده، احقق له المطلب ده، يبقى انا عليا كرده فعل اعمل ايه؟ التزم بالوعد، keep the promise. قلت له المره الجايه ان شاء الله هجيب لك الحاجه دي. اوكي، طيب فرضا المريض طلب مني ان انا اراجع اهله، اداني عنوانهم وقال لي اتواصل معاهم واقول لهم هم ليه ما بيجولهوش زياره، ليه بطلوا يجولوا زياره، هل انا من الجوب ديسكريبشن بتاعي القيام بهذا التاسك؟ نعم دكتور، انا اعمل كده؟ انا مطلوب مني ان انا اراجع اهل المريض او اروح بيتهم؟ لا دكتور، لا مش مطلوب منك، بس انت كمريض تتعامل مع مريض ممكن يعني كحاله انسانيه. لا خدوا بالكم احنا، لا بص بقى انا هقول لك على حاجه. انت واحد ضمن التيم، انت عضو فرد او ممبر ضمن تيم،
التيم بتاعي هنا المسؤولين عن المريض مين؟ من أول السايكاتريست وأنا، وفي عندي سايكولوجيست، وفي عندي سوشيال وركر، تمام؟ وفي عندي اكيبيشنال ثيرابيست، معالجين كتير قوي بقى. طيب لو أنا قمت بهذا التاسك واتواصلت مع أهله، سواء كنت رحت لهم على البيت أو اتصلت عليهم، ده مش دوري على فكرة، ده مش دوري، دوري في حدود في إطار هذا المكان، هذا السيتنج اللي احنا فيه، تمام؟ أما مين دوره اللي يقوم بهذا العمل؟ في عندي سوشيال وركر، سوشيال وركر مش كده؟ أخصائي اجتماعي، ده مهمته. يبقى أنا ما أخشش على مهام حد تاني داخل هذا الفريق، تمام كده؟ المريض طلب مني فلوس، المفروض ان انا اديله فلوس؟ لا لا. طب ما انا برضو هقدر اقول عمل انساني؟ لا. بس انا لو تجاوبت مع المريض في كل المطالب اللي ليها علاقه بالجوب ديسكريبشن بتاعي واللي مالهاش علاقه بالجوب ديسكريبشن بتاعي، هتبقى مشكله. اولا انا ما التزمتش بالجوب ديسكريبشن، ثانيا لو جه المريض على سبيل المثال طلب مني ربع دينار او نص دينار، هو عموما مش قيمه. يعني ايه يعني نص دينار؟ انا هقولها كده، هبص لها من الناحيه دي، مش كده؟ هقول ايه يعني ايه نص دينار، او يعني ايه سيجاره، او يعني ايه فنجان قهوه اجيبه له او كاسه قهوه اجيبها له، مش قيمه يعني حتى هتاثر معايا. لكن هي الفكره في ايه؟ اولا زي ما احنا اتفقنا انا خرجت بره اطار الجوب ديسكريبشن المحدد ليا، ثانيا المريض بتاعنا ذكي جدا جدا جدا، هيفضل رابط ما بين كل طلب بيطلبه منك وتجاوبك معاه وبين ردة فعله على أي شيء أنت بتقيمه عليه. خدت بالكم الجزئية دي؟ خدت بالك؟ أنت دلوقتي اديته سيجارة من اللي معاك، اديته ربع دينار أو نص دينار، جبت له كاسة شاي أو قهوة، كل مرة هتيجي تقول له صباح الخير مش هيرد عليك إلا لما تحقق له طلب. يعني دكتورة حسب طلباته اللي تحققت بصير تصرفه مع التمريض. فعشان كده أي طلب تاني، أنا أخص بقى الجزئية دي، يبقى مظهر آخر من مظاهر اهتمامي من المريض إنه لو طلب مني طلب وعملت له مقارنة مع الجوب ديسكريبشن بتاعي ولقيته يتوافق ووعدته إن هحقق له الطلب ده، ألتزم بالوعد، لأن ده هيساعد على تحقيق التراست. لو الطلب ده خارج إطار الجوب ديسكريبشن بتاعي بقول له لأ، وهنا أنا بقول له لأ اللي هي النقطة رقم 5، explain when his demand cannot be met، أنا ليه رفض هذا الطلب أو ليه ما بستجيبش لهذا الطلب. أوكي؟ يبقى لو متوافق هذا المطلب مع الجوب ديسكريبشن وححققه، يبقى أنا هقول له إمتى والتزم بالوعد، لو لأ بقول له إن ده مش في إطار عملي، ده المسؤول عن هذا العمل قد يكون الأخصائي النفسي، الأخصائي الاجتماعي، أي شخص داخل الهيلث تيم بتاعنا. وضحت؟ أي استفسار؟ واضحة دكتورة. النقطة اللي بعد كده في الشو انترست إيه؟ accepting his fears as real to him، يعني إيه يا جماعة؟ حد عنده تفسير؟ دكتورة بنتقبل مخاوف المريض على أساس إنه حقيقية بالنسبة له مش بالنسبة لنا. تمام، بتقبل خوف المريض أو بعترف بالخوف اللي لدى المريض على إنه حقيقة بالنسبة له. طب خليني أدي مثال عشان يتضح الأمر بالنسبة لكم. هنفترض إنه المريض على سبيل المثال من المشكلات الشائعة بينهم بين مرضانا الهلاوس، تمام؟ وإحدى أنواع هذه الهلاوس الحسية اللي هي الاوديتوري هالوسينيشن، اللي هي ايه؟ الهلاوس السمعيه، تمام كده؟ طيب يعني ايه هلاوس؟ يعني المريض بيسمع لصوت، هلاوس سمعيه تحديدا، بيسمع لصوت بينما المصدر مش موجود، في غياب في ادراك لمنبه معين بينما المصدر مش موجود، في غياب للاستيمولاي، خلاص كده؟ فمين اللي هيسمع للصوت؟ المريض بس. احنا سامعينه؟ لا. ليه مش سامعينه؟ لان المصدر مش موجود، المنبه مش موجود، تمام كده؟ طيب في بالنسبه للهلاوس السمعيه وارد ان المريض يسمع المضمون الكلام اللي بيسمع له رساله آمرة، يعني وارد ان يكون مدح، الكلام اللي بيسمعه مدح او ذم او جدال او رسائل وطلب او عفوا او اوامر،
وعاده في حاله الاوامر بيكون الامر بقيام عمل يمثل خطوره سواء على الشخص نفسه او على حد من اللي حواليه. بتسمعوا انتوا عن اغرب الجنايات وجرائم القتل اللي بتحصل، وبعدين يقول لك الشخص تم تقييمه فوجد ان عنده مشكله نفسيه، فبالتالي لازم يتم ايداعه داخل المستشفى للامراض النفسيه عشان يتم تقييمه واصدار تقرير بحقه. تمام، بتحصل الحاجات دي ولا ما بتحصلش؟ هذا النوع من الجرائم بتحصل. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل انه وارد ان المريض سمع لصوت او سمع لحد بيقول له روح المطبخ وافتح الدرج وخد سكين واقتل بيها ابوك او امك مثلا او حد موجود معاه في البيت. على فكره الحاله دي حاله بينتاب الشخص حالة من الخوف. نتخيل أي حد فينا بيطلب منه هذا المطلب، هيبقى ردة فعله شكلها إيه؟ مبسوط وسعيد ولا خايف ومضايق ومرعوب؟ مش كده؟ هيبقى خايف مرعوب وخايف مرعوب. ده الصوت بيأمره أن يقوم بالرسالة دي. الصوت ده حقيقي بالنسبة له؟ آه حقيقي بالنسبة له. الخوف تباعا حقيقي بالنسبة له؟ آه حقيقي بالنسبة له. ما جيش أنا أقول هو خايف ليه؟ ما أصلا مصدر الصوت مش موجود. لا، ده تحليلي أنا، تخليل نفسي، لكن تحليلي الوضع المريض انه الصوت حقيقي بالنسبة له او حقيقة بالنسبة له، وتباعا كردة فعل للرسالة اللي بتوصل له، الرسالة الآمرة اللي بتوصل له ان يبقى خايف. لما حد يقول له او يسمع لصوت يقول له افتح الشباك وارمي نفسك منه او خد سكينة وانحر حد، ده طبيعي انه يخاف. يبقى عليا ان انا ايه كردة فعل؟ اتقبل هذا الخوف الناتج عن هذه المشكلة على انها حقيقة ولا استخف منه. ناخد احتياطات دكتورة كمان طبعا. ما هو الاحتياطات، اولى الاحتياطات اللي ما فيهاش اي فصال ان الانفايرومنت كاملة تبقى سيف انفايرومنت. سيف طبعا، بالاضافة للملاحظة للمريض وان احنا نقلل من الاستيمولاي اللي ممكن تبقى تعمل تريجر للهلوسينيشن اللي عنده، نأمن البيئة اجمالا تبقى هنشوف البيئة دي عبارة عن ايه، المكان نفسه وعلاقاته مع الاخرين ومتابعتنا وملاحظتنا دي. تمام كده؟ طيب سلوك اللي بعد كده recognize and reflect on feeling which the patient may express. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه العنوان ده؟ دكتورة نعرف ايش الشعور شعور المريض؟ يبقى عندنا من المهارة اللي تمكننا من الاستدلال والتعرف على المشاعر اللي بيمر بيها المريض. Nurse act as sounding board for patients strong negative feeling، وبالأخص المشاعر اللي بيمر بيها أو بيشعر بيها المريض التلك السلبية، المشاعر السلبية زي إيه؟ زي حالة السادنس، الفير، الخوف، angry، الغضب، السلف بليم، التأنيب الضمير أو لوم الذات. تمام، كلها مشاعر سلبية واردة جدا إن مرضانا يمروا بيها. The nurse develops skills in identifying the feeling actually expressed. لازم يكون عندنا من المهارات اللي تمكننا من معرفة هذه الحالات أو هذه المشاعر. طيب هندي مثال. المثال اللي موجود عندي هنا في السلايد بيقول لي إيه؟ إن أنا وارد إن المريض يصدر عنه أو يقول لي هذه العبارة مثلا. لو المريض بيقول لي I would like to break someone's neck، وبالأخص لو سمى لي حد، يعني قال لي مثلا لو مديره في الشغل فلان ده لو موجود قدامي قسما عظما لاكسر رقبته. ماشي، ده معناه ايه؟ ملخص لهذه العباره تدل على ايه؟ ان الشخص في حاله غضب، انجر مش كده؟ طيب لو شخص تاني او عباره اخرى بيقول لي الشخص I am a dead person، انا حد ميت او بتمنى الموت او بسعى للموت وانهي حياتي، ده معنى أو عايز أوزع ممتلكاتي وأحط من وصايا، ده معناه إيه؟ فيلينج محبط. حالة من الورثلسنس والهيلبلسنس والهوبلسنس اللي هي كلها مؤشرات أو كلها علامات تفيد المريض إن المريض في حالة من السيفير ديبريشن. السيفير ديبريشن أو الميجر ديبريشن، وعنده اتجاهات وأفكار أو أفكار واتجاهات وميول انتحارية. يبقى احنا هنا لازم كل عبارة تمر علينا أو كل إشارة تمر علينا تدينا دلالة
على الحالة اللي بيمر بيها المريض، على الايموشنز وتحديدا النيجاتيف ايموشنز الوارد ان يمر بيها المريض. المفروض ان احنا لما بنوصل ل وبنصل لدلالة معينة ما ناخدهاش مأخذ الهزار او المزح، لا نتعامل معها بجدية. يعني المريض لو بيقول لي انا برغب في انهاء حياتي او بتمنى الموت او بسعى للموت او عايز اعمل وصية للناس بالمتعلقات اللي عندي لأسرتي، ما اخدش جملة زي دي وعديها، لا لازم نعمل ايه؟ دي اشارة ان المريض ده بيخطط او عنده افكار واتجاهات انتحارية، ووارد جدا يكون حاطط مخطط، ووارد جدا يستغل اي فرصة واي وقت وينفذ فيه هذا المخطط، ولو نجح المخطط ده خلاص المريض ميت مش كده؟ يبقى ايه اللي يحصل؟ ان احنا كردة فعل مننا نستدل على الحالة اللي عليها المريض، بلس ان احنا نبتدي ناخد ايه؟ احتياطاتنا. اوكي؟ اي استفسار؟ اي استفسار؟ تمام. طيب خليني بس عشان السيشن قربت تخلص احصر الحضور اللي معايا دلوقتي. معانا مين بقى في القائمة؟ احمد. مين احمد؟ اه كده دكتور ماشي، وامل وسوزان. نعم. واحمد الزغول وايه وايات. نعم دكتور. نعم. وازدهار وايمن. نعم دكتورة. وازدهار ومجدي. نعم دكتورة موجود انا معاك. ومنيرة ورهف. منيرة موجودة. رهف تيمان. نعم دكتور موجودة. دكتورة أنا اسمي هون عدلته، رجع بالعربي زي ما كان. ماشي. هلا النص أنت مين بتتكلم؟ معلش عشان نزلت في القائمة. مجدي. ماشي. وأمجد. يا ألاء، ألاء سمعاني دكتورة؟ تيمان موجودة. طب يا ألاء، لأن في حد من زمايلك في السيمينار كان بيسأل عنك. وإيناس. دكتورة إيناس موجودة. إيناس وروان. روان جدعان. و صفاء وفادي. نعم دكتورة. فادي. نعم دكتورة. ومين كمان؟ هبة دكتورة. فاطمة ومحمد حمدان. تمام. هبة دكتورة. نعم موجود دكتورة. ماشي يا محمد انت وهبة. ياسمين ويسرى. وام دكتورة. يسرى. دكتورة أمجد. وأمجد قلت أمجد. عثمان دكتورة. طيب قلت والله أمجد. حد تاني يا شباب؟ عثمان دكتورة. أسمعت سمينة. مين؟ عثمان دكتورة. عثمان. تمام يا عثمان. دكتورة تيماء. شيماء. تيماء. قلت تيماء. خلاص. دكتورة منيرة. والله العظيم قلتك يا منيرة. أنا مستنية أن أنت تأخرت لي يا منيرة. دكتورة النت ضعيف عنا. طيب خلينا علشان السيشن قربت تخلص، متبقي فيها دي أو نص، خليني نكمل. طيب بعد كده تكملت في عندي بيهيفير آخر من خلاله بنطبق هذا البرنسبل هو talk with a purpose. يعني إيه؟ يعني جدلنا وحوارنا ومحادثتنا مع المريض لازم تحقق غرض أو تحقق هدف. يعني إيه؟ كلها هدف. بالضبط. الهدف ده يركز على ايه؟ nurse's conversation with a patient must go around his needs. لازم كل حواراتنا تركز على احتياجات المريض، اهتماماته، رغباته، تمام، مشاكله. طيب انا ايه اللي هيمكنني من القصه دي؟ اللي هيمكنني ان انا هستخدم في بدايه علاقتي بالمريض تحديدا نمط من الاسئله اللي بيعرف بيه open ended question، هو سؤال الايه؟ السؤال المفتوح. السؤال المفتوح ده معناه ايه؟ معناه ان المريض هيبتدي يسترسل في الحديث ويديني معلومات انا في حاجه اليها. على فكره السيشن يا جماعه بقى اقل من دقيقه بس تخلص، يبقى لقاءنا ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء اللي جاي. خلاص ما في السيشن ده يا دكتوره؟ لا دلوقتي لا، عشان خلينا ان شاء الله يوم الاربعاء بامر الله بنبتدي في نقطه جديده. خلاص خليني استودعكم الله وان شاء الله لقاءنا يوم الاربعاء القادم بعون الله.
يعطيك العافية دكتورة. يا رب يعافيك. يا رب يعافيك. اللهم يعافيك. يعطيك العافية دكتورة. كنت معافيك احنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ولا يعود. هلا بلال. بلال انت معنا يا بلال؟ هات حبيبي يا بلبل. خلصنا المحاضرة. يعطيك العافية. انت جيت يا بلال؟ يعطيك العافية دكتورة. يا والله لا ما لحقناك يمكن بس دقيقتين. خلاص لك يوم الثلاثاء كنا من اهل الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله دكتورة. ان شاء الله.